السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بك يا شيخي. أهلا بك عمر. عليكم اللعنة، تبا لكم ولوطنكم هذا. فيسن، ماذا أمسك؟ ترابا. تمسك حفنة من التراب. لو كان الأتراك يفكرون مثلك لما غضبت هذا الغضب. فحفنة التراب بوطنهم أغلى من ذهب الكون، وأغلى من أولادهم حتى، وهم مستعدون للموت دفاعا عنها. هذه لا تشبه الهند ولا اسكتلندا ولا إفريقيا طبعا. أتعرف لماذا؟ لأنها الأناضول المعروفة بأنها مقبرة الغزاة. خسر الأرمن المعركة، لنرى من سيربح في نهاية هذه الحرب. لنرى. هيا، جاسم ينتظرنا في الخان. هيا هيا هيا. لقد انهكت دولته. اخشى اننا سنخسر هذه الحرب. سنخسر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا طاقة لنا بها. اجل بالطبع، ان الحرب اتية لاهوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا، تفضلا بالجلوس. تفضلا. شرفت شيخ عمر. خيرا، ماذا هناك؟ اطمئن، تفضلوا لنجلس هناك. تفضل يا أخي، شاركنا طعامنا، يسعدنا جلوسك معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم ضيوف عندنا إن لم يخب ظني. كلنا ضيوف الله في هذه الدنيا الفانية يا أخي، يستقر بعضنا فيها ويغتر بمتاعها، أما المؤمن فيجعلها مطية لتوصله إلى قرب ربه. الشيخ خسروف وصل اليوم من ألبانيا يا أخي، وعندما سمعت أنه وصل إلى هنا خرجت بسرعة كي أتشرف بلقائه. أهلا بك يا شيخي، تشرفت بلقائك. لي الشرف. شيخي، السيد جاسم واحد من التجار المعروفين من بغداد. سيد جاسم، أين تنوي الذهاب؟ لقد سافرت لأماكن قريبة وبعت كل بضاعتي. اليوم سأبقى هنا وبعدها أمضي. إن شاء الله. هيا أسرعوا يا رجال. هيا نقل أخينا من هنا. هيا أنا قادر. هيا. استند على كتفي، سأحملك. هيا استند علي. اطمئن يا أخي، اطمئن. ستكون بخير. لا تخف. ما هي إلا لحظات وتكون بخير. هيا أسرعوا. هيا استند علي يا أخي، سيدي وضعه خطير. تعال وامسك. تحمل يا أخي، تحمل. طيب ضع رجليك هكذا. الألم شديد. تحمل يا بطل، سيشفى جرحك بإذن الله. من أين أنت؟ أرض روم. أنت من الجبل؟ صحيح. حسنا، كن قويا كالجبال ولا تنحن. كل مكان يرفرف فيه علمنا
مكان مقدس لنا، لذا علينا أن نبتعد عن الخلافات ونتحد لنخرج العدو من أرضنا. والآن وطننا ينادينا لنؤدي واجبنا المقدس في الدفاع عنه، وعلينا أن نلبي النداء لنواجه الصليبيين الجدد وندحرهم عن أرضنا. شيخي، أعذرني لمقاطعتك. إن اجتمع العالم واتفقوا علينا، ماذا عسانا أن نفعل؟ حين أراد أجدادنا أن يرجعوا بيت المقدس من يد الصليبيين، جمع الغرب جيشاً كبيراً لمنعهم من فتح المدينة، لكن القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي صمم وانتصر في المعركة وأعاد القدس، واليوم يأتون إلينا لينتقموا من خسارتهم أمام صلاح الدين. دعهم يحاولوا، هذه المرة سيرون الآلاف من القائد صلاح الدين، فلن نرضى أن يمس المستعمر شبراً واحداً من أرضنا. أعداؤنا الصليبيون الجدد يعدون جيوشاً كبيرة ويهدفون إلى احتلال بلادنا، إسطنبول وبغداد والشام ومكة والمدينة وديار بكر وكركوك، يطمعون في كل شبر، ولكن بإذن الله سنمنعهم من تحقيق مرادهم، وسننتصر لأننا أصحاب حق ونقاتل في سبيل الله، ولذا فهم لن يهزمون. آمين. صديقي القديم، أهلا بك سيد كوكس، شرفتنا. من هؤلاء؟ ذلك العجوز هو شيخ جاء اليوم من ألبانيا، ويريد أن يقابل بعض الوجهاء في بغداد وكوت الإمارة، ويرافقه التاجر عمر القريب من العثمانيين. حسنا، لقد انتظرتك عدة أيام، أسارت الأمور جيدا؟ للأسف لم تنجح خطتي، لأن سليمان أحبط الهجوم، لكن لا تقلق، سندعهم يفرحون بنصرهم الصغير، أما نحن فسوف نتعاون مع حلفائنا من العرب ونقضي على الوجود العثماني في هذه المنطقة، وسنحرر كل بلادهم من الاحتلال التركي. هذا هو السبب للتحالف معك، أريد أن يؤسس العرب دولتهم الخاصة. هذا ليس حلمك وحدك، بل حلمنا أيضا، فعندما رسمنا خرائط جديدة للمنطقة أخذنا بعين الاعتبار إقامة العرب لدولتهم، وهذا كل ما نحتاجه. لكن يحاول العثمانيون وبشتى الوسائل منع حدوث ذلك وحصولنا على استقلالنا، فدعوا للجهاد المقدس ليتصدوا لمساعيكم في المنطقة. نساعد العرب لإقامة دولتهم الخاصة، فهل هناك من سيرفض هذا ويقف مع العثمانيين؟ ليسوا كثراً، اطمئن، فمن يريدون إقامة دولتهم الخاصة عددهم أكبر بكثير. حسناً، لكن هذا لا يكفي يا جاسم، عليك أن تعمل أكثر لاستمالة المزيد لصفنا. لا تقلق أبداً سيد كوكس، لكني أنتظر مساعدتك لإقناع بقية العشائر. لهذا أنا هنا، لا تقلق أبداً، ستؤسس دولتكم وسنحتفل بإزالة الدولة العثمانية الطاغية عن وجه الأرض. المستعمرون يحاولون استمالة أخوتنا في الوطن لصفهم بتغذية النزاعات القومية، وبسبب الإنجليز تلطخت أيدينا بدماء إخوتنا في الوطن، لكن لن نيأس أبداً، وبإذن الله سيتوحد الأكراد والترك والأرمن والشركس والعرب وينسون الخلافات، وأرضنا التي ارتوت بدم الشهداء سوف تبقى صامدة إن شاء الله. انتبهي أين تدوسين. أرأيت الدماء؟ لقد دست على دماء أصدقائك المساكين الذين حاولوا قتل جنودي،
من هذه؟ منك تورطني معك دائما. نحن على الجبهة، ما الذي سيحدث لك أكثر من ذلك؟ هنا جيد، ستنام هنا. هل تخاف؟ نسيت الخوف منذ أن قتلوا أمي في الجبل وأنا في الخامسة من عمري. لا تقلق، لو نسيت العناد أيضا لما صرت عبئا علي. اتركني، ارحل، سأعتني بنفسي. لو أنني لا أعرف معزتك عند أبي لكنت وشيت بك منذ البداية. انظر للمصيبة التي أقحمت فيها بسببك. كلما قلت إنك صرت إنساناً عدت شيطاناً من جديد، لذا أصمت والزم حدك. ألزم حدي؟ وأنت ماذا؟ ألم تتجاوز حدك حين لحقت بالكتيبة العثمانية؟ بسببك صرنا نفكر بالجندي الهارب بدل التفكير في الحرب، وتركت أبي بحالة يرثى لها، وتقول عني الشيطان؟ وأنت؟ ها؟ أنت شخص أحمق أعمته رغبته في أن يصبح بطل. اطمئن، ستصبح بطل الدولة وسيحكى عن بطولاتك، لكن غرورك سيودي بنا جميعا إلى التهلكة يوما ما. لو كنت تحب وطنك لسمعت كلام القادة وبقيت في المشفى، لكنك منافق وأناني مغرور. قال لي أبي، قل ها؟ سيصبح سعيد رجلا، ولكن يبدو أن هذا لن يتحقق أبداً، لأن سعيد بن المصارع خسروف قد باع روحه للشيطان. وحسرته عليك يا أبي. أنت لا تقدر المعروف، ولن أتحملك. أنت أردتها، حان الوقت ليحاسبك القائد سليمان على فعلتك. هيا اذهب بسرعة، اذهب وأخبره أن محمداً المحب لوطنه لم يرضى أن يتقاعس عن خدمته، حتى لو كسروا لي قدمي ولو قيدوا لي يدي، فلن أتخلى عن واجبي تجاه الوطن. أفهمت هذا؟ لقد فهمت. لن يوقفني شيء هذه المرة، سأفعل ما أريد.
أريد رؤية القائد لأمر ضروري. وما الأمر؟ يخص أخي محمد. ما دمت قد تخطيت الصعاب فلن تخذليني أمام العدو. الحمد والشكر لك يا رب العالمين، ساعدتني للوصول إلى هنا. يا الله، أنت غرست حب الوطن في قلبي فلا تتركني وحدي. أنا عاجز دونك وتائه، كن لي عونا ومدني بالقوة لأحقق حلمي وأقاتل أعداء الوطن. سيدي، اليوم شاهد الجنود عسكرياً يشبه محمد، لكن لم نجده بأي مكان. جميل، أساساً لو عثرتم عليه فسأستغرب هذا. طبعاً معك حق سيدي، يكاد طعامنا ينفد، يجب أن نصل بغداد. سنصل إن شاء الله. في هذه الحال علينا أن نقدم وجبتين فقط طوال اليوم، دعوهم يعودوا أجسامهم على صعوبات الحرب، فالقادم أصعب. كما تأمر سيدي. سيدي، سعيد بن خسروف لديه أخبار عن أخيه الجندي الفار محمد ويريد أن يراك. دعه يدخل لنرى. سعيد بن خسروف سيدي. يا سادة، تفضلوا إلى مهامكم، دعونا لوحدنا. أخبرني ما لديك. هيا اذهب بسرعة، اذهب وأخبره أن محمداً المحب لوطنه لم يرضى أن يتقاعس عن خدمته. حتى لو كسروا لي قدمي ولو قيدوا لي يدي فلن أتخلى عن واجبي تجاه الوطن. هل ابتلعت لسانك؟ سيدي، محمد هنا في الكتيبة. أين؟ خبأته في الغابة ليس بعيدا.
لا أحد من عناصر الكتيبة الخاصة يبيع أخاه مهما حصل، فهمت؟ تموت ولا تبيع، احذر. منذ أن نقل محمد إلى المشفى مصابا وإلى الآن أعرف كل خطوة خطاها وبأي عربة من العربات كان مختبئا. أتعتقد أن أمرا كهذا يمر دون علمنا؟ أتشك بالقائد سليمان يا هذا؟ ها؟ إياك أن يعلم أحد بالأمر، حتى محمد. هل هذا واضح؟ واضح. لم أنتهي. سوف توصله إلى بغداد بشكل سري، أفهمت؟ فهمت سيدي. فهمت سيدي. قل لي. فهمت سيدي. اخرج. هيا هيا. آه يا سعيد، غيرتك تغطي على شجاعتك للأسف. محمد اصبر قليلا، اصبر، سأدخلك إلى صفوف العدو. محمد، لن أسامحك على هذا. محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. أتسمحون لي بالجلوس؟ تفضل. شيخي، حديثك يسر القلوب، لذا أردت التعرف عليك وطلب رضاك. أهلا وسهلا بك بيننا يا بني. أنا لم أقل سوى الحقيقة، والإنسان الصادق يسر عند سماع الحق بالطبع. كلامك جميل جدا شيخي. أتيت إلى هنا كثيرا ولم أركم، من أين أنتم وإلى أين تذهبون؟ من عند الله، وسنعود إليه. لكن ما الذي يجعلك تأتي إلى هنا كثيرا؟ أنا تاجر، اسمي عبد الملك، وقد أتيت من الهند سعيا للرزق، وحضرتكم تعلمون خطورة التنقل في الحرب، فما الذي جاء بكم؟ فقدان الوطن يا بني، فبعد أن دخل العدو إلى ألبانيا لم يبق لدينا أي مكان، فاستخرت رب الكون ثم جئت إلى كربلاء. اللصوص الذين استفادوا من الفوضى يهجمون على كل القوافل التجارية وينهبونها ويقتلون التجار، وأنت ألا تخاف على نفسك في هذه الظروف؟ نصف التجارة مخاطرة، فإذا لم تجازف وتخاطر فلن تأخذ ما تريد. هذا صحيح، من يخلص لعمله دائما منصور. صحيح، لكن حسب علمي كربلاء لن تكون بعيدة عما حدث في ألبانيا. هذا قول الإنجليز أيها التاجر عبد الملك. كيف تسمح لنفسك أن تتفوه بهذا؟ التاجر عبد الملك يقول الحقيقة يا أخي عمر، فالعدو يسعى لهذا وهو أكثر عدداً ويتفوق بالعتاد، تماماً كوضع المسلمين في معركة بدر، ولكن المسلمين انتصروا لأنهم على حق، وفي كل عصر هنالك رجال مؤيدون بنصر الله. معك حق سيدي،
كلامك أثلج صدري. السنة والشيعة والترك والعرب والشركس والعجم سيقفون كلهم صفا واحدا. معك حق سيدي، ففي الوحدة قوة وفي التفرقة ضعف. الحمد لك يا رب، اللهم إني نويت التيمم للصلاة. أرجوكِ. لا تذهبي، ساعديني. يا الله، من هذه الفتاة التي تروي عطشي في الصحراء القاحلة؟ من هذه التي أراها في حلمي دائما؟
من هي وكيف ستساعدني يا الله؟ من؟ اللهم إن كان خيراً فعجل. محمد، 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 طعام الفطور. علمت أنك لن تشي بي. لا، فعلت ذلك. أخبرتهم عنك. قلت إنك نسيت الخوف وأنت طفل صغير. أنا لا أخاف من ظلم أعدائي، وإنما أخاف من خيانة أصدقائي. هيا، لا تطل. جهزت صندوقا ستبقى فيه إلى أن نصل إلى بغداد. وبعد أن نصل هناك لن أساعدك لتعلم. حسنا، لكن لما تساعدني الآن؟ مع الأسف، لأننا أخوة. أخي، أخي. تعال لتدخل في الصندوق. الغطاء. هيا. شكرا لك. هيا. قفوا احتراما لشهدائنا الذين خطوا اليوم بدمائهم الطاهرة أبهى ملاحم البطولة. لقد ضحوا بحياتهم لحماية الشعب التركي وللدفاع عن عزة المسلمين وصون كرامة وطنهم. تراب الوطن الذي يحضن أجسادهم سيخالط دموع الأمهات لينبت سهراً.
وستبقى أرواحهم حارسة أمينة لهذا البلد إلى يوم القيامة. شهداؤنا حملون الأمانة لنحمي الوطن، وعلينا أن نصون هذه الأمانة. شهداؤنا مصدر فخرنا، صنعوا من أجدادهم جسراً ليعبر جيشنا إلى النصر، فسلاماً لهم. علينا أن ننتقم لإخوتنا الذين ضحوا بحياتهم لكي نحيا سالمين. سننتقم مهما طال الزمن. نقسم بالله أمام قبورهم، لن تذهب تضحيتهم العظيمة سدى. في كل نفس نأخذه، في كل لقمة نأكلها بعد الآن، في كل لحظة سنتذكر شهداءنا ونتذكر ما فعلوه لأجلنا. يا جنود الكتيبة العثمانية، يا حراس الوطن الأوفياء، اليوم خيارنا صار أوضح. إما أن نتخذ من شهدائنا قدوة ونضع تضحياتهم نصب أعيننا، أو أن نتخذ من شهدائنا قدوة ونضع تضحياتهم نصب أعيننا. سوف نسعى لنكون على قدر المسؤولية، وسنهاجم الأعداء كالأسود دون خوف، وسنضحي لننال الشهادة كأبناء وطننا الأبطال. علي، عمر، أحمد، حسن، حسين وغيرهم الكثير، فأبطال وطننا العزيز لا يعدون. وفقنا الله ونصرنا. آمين.